فيكتور وامبانياما كل يوم قاعد يحقق ارقام مميزه، لا تاريخيه بعد قاعد يسوي. السلام عليكم، جعفر، حلقه جديده من سوالف سميث. خلينا نتكلم شوي عن عالم الان بي اي واخر الاحداث والاخبار اللي صارت. لعبت اليوم كذا مباراه، بعضها كنا متحمسين لها ما استفدنا منها اي شيء، وبعضها شفنا ارقام مميزه جدا. بتكلم شوي عن فيكتور وامبانياما، اليوم حقق ارقام مميزه جدا. وبما اني بتكلم على موضوع تربل دبل اللي سواه فيكتور وامبانياما، اللي شيء مميز جدا، ومنجي ليش هو مميز، معنا نسمع عن تربل دبل كثير هذه الايام، ولكن اللي سواه فيكتور وامبانياما اليوم شيء مميز جدا. خليني قبل لا ابدا اتكلم على موضوع فيكتور وامبانياما، خليني اشرح شوي ايش هو التربل دبل. انا سبق وسويت فيديو يتكلم عن التربل دبل بالتفصيل وكذا، ولكن على السريع التربل دبل هو انك تحقق زائد 10 في ثلاث خانات، يعني مثلا في خانه الريباوند، في خانه النقاط، في خانه الاسيست، الستيل او البلوك. لو سويت في خانتين زائد 10 هذا يسموه دبل دبل، لو حققت زائد 10 في ثلاث خانات هذا يسموه التربل دبل، لو حققت اربع زائد 10 في اربع خانات هذا يسموه الكوادربل دبل، وهذا اتوقع صار في التاريخ يمكن خمس مرات بس، لانه شيء اعجاز يعني. فيكتور وامبانياما اليوم سوى التربل دبل، ولكن قبل ما نروح الى فيكتور التربل دبل، احنا نعرف انه ملك وسيد التربل دبل هو راسل وستبروك. راسل وستبروك عنده 198 تربل دبل، باقي له اثنين وهو يصير الوحيد اللي وصل لخانه ال 200 تربل دبل في مسيرته. طبعا اللي يذكر ان راسل وستبروك عنده اربع مواسم معدله كانت تربل دبل، هذا كان شيء واو، او ماي جاد، شيء خارق اعجازي غير طبيعي. اتوقع سواها اول مره في 2017 18 19 بعدين، المهم سواها اربع مرات منها ثلاث على التوالي. والمركز الثاني في التربل دبل اللي هو اوسكار روبرتسون، اللي هو اول واحد في التاريخ وكان يعرف بسيد التربل دبل قبل راسل وستبروك، واول واحد سوى معدل تربل دبل في موسم، سواها مره واحده، لكن راسل وستبروك سواها اربع مرات اذا ما خاب ظني. طبعا اذا نطلع على قائمه اكثر 10 لاعبين في التاريخ عملوا تربل دبل بعد راسل وستبروك واوسكار روبرتسون في ماجيك روبنسون، المركز الرابع نيكولا يوكيتش عنده 120، ليبرون جيمس عنده 110، لما تروح للمركز التاسع بتشوف لوكا دونتشيش عنده 66. ولكن المثير جدا ان راسل وستبروك مثلا مسوينها في 1147 مباراه، عن تقريبا 17% من المباريات يجيب ترابل دبل، هذا يعتبر شيء غير طبيعي. نيكولا يوكيتش المسجل ال 120 ترابل دبل في 647 مباراه، هذا تقريبا 18.5% من المباريات، يعني لو يمشي على هذا المعدل ويستمر، مع اني ما ادري لانه يعني يروح يلعب مباراه بعدين يركب الحنطور في صربيا وكذا ما يهتم للسله، ولكن لو يستمر على الارقام المميزه اللي قاعد يحققها الفتره الاخيره بيوصل لكذا. نفس الشيء لوكا دونتشيش 376 مباراه وعامل ترابل دبل 66 مره، يعني تقريبا 17.5. احنا قاعدين نشوف ان ارقام الترابل دبل قاعده تزيد اكثر واكثر، لانه قاعد يزيد اللاعبين اللي يكون عندهم الكره ويكونوا ضخام، فيقدروا يمسكوا ريباوند ويقدروا يعملوا اسيست واكيد بيوصلوا للعشر نقاط. ففي الغالب التروبل دبل يكون انه اللاعبين يعملوا زائد 10 نقاط زائد 10 ريباوند زائد 10 اسيست، وهذا خلينا نقول 99% من التروبل دبلز تكون بهذه الطريقه. الشيء الغير طبيعي اللي نشوفه انه يكون عندك تروبل دبل بخانات مختلفه غير هذه، يعني مثلا انه يكون عندك تروبل دبل بالنقاط الريباوند والبلوك، او تروبل دبل بالنقاط الاسيست والستيل، اشياء اللي زي كذا، هذه قليله جدا جدا تصير. وهذا اللي سواه اليوم فيكتور وامبانياما اليوم سوى تربل دبل بدون الاسيست. مباراه سان انطونيو سبيرز اليوم ضد تورنتو رابترز اللي انتصروا فيها السبيرز، اللي احيانا هم تفكر انه ما يبغون ينتصروا هذا واقع، اليوم سجل في 28 دقيقه سجل 27 نقطه، 14 ريباوند، 10 بلوك، 5 اسيست، 2 ستيل، ونسبه نجاحه في 27 نقطه كانت 71%. ارقام مميزه جدا بغض النظر هي فيها تربل دبل او لا، الارقام اللي قاعد تسجل كل هذه الارقام في هذا العدد من دقائق يعتبر شيء غير طبيعي، شيء مميز من لاعب روكي. انا اقول لك هي لو من اي لاعب بتعتبر شيء مميز جدا، فما بالك بلاعب روكي، هذا اول موسم له في الدوري. وفيكتور يعتبر اول لاعب من ثلاث سنوات يعمل تربل دبل بدون الاسيست، يعني ما احنا قلنا الاسيست دائما هو الاسيست والريباوند والنقاط، اليوم اللي سواه فيكتور هو اول لاعب من ثلاث سنوات سوى هذا الشيء. واخر واحد كان عامل تربل دبل بدون الاسيست كان كلينت كابيلا، كانت في سنه في يناير سنه 2021 لما هو مع الهوكس في فوزهم على ضد الولفز عمل 10 بلوك بعد في هذيك المباراه، وهو بعد اعتقد كلينت كابيلا كان اخر لاعب في الان بي اي في هذيك في يناير 2021 اللي سجل 10 بلوك في مباراه. وفي التاريخ كلاعب روكي يعتبر فيكتور وامبانياما هو رابع واحد يعمل هذا الانجاز، انه يعمل تربل دبل مع البلوك. قبل فيكتور في ثلاثه لاعبين سووها، اخر واحد كان مسوونها في 1990 اللي هو ديفيد روبنسون، اللي هو واحد من اساطير سان انطونيو سبيرز، ايضا معروف احد اساطيرهم وجاب معهم بطولات وحقق ام في بيز وكل هذه الاشياء. ديفيد روبنسون سواها في سنه الروكي في 1990، سواها ثلاث مرات. ترى ديفيد
روبنسون كان ممتاز جدا، وحتى في سيميليشن في 2K يظل ممتاز. وبعد تدروا انا عارف ان الNBA يحبوا الاحصائيات، واحيانا يحطوا لك ان اخر هنا اللي عمل فيها كذا وكذا، يعني ساعات يلعبوا كثير بالاحصائيات. ولكن هو فيكتور وامبانياما بعد اللي سواه اليوم، هو اول لاعب في التاريخ يسجل زائد 25 نقطه ومعاها 10 بلوك ومعاها بعد ثلاثيتين. عارف انه هو يكون في اختيار في الاحصائيات، ولكن هذا عالم الNBA. وتدروا بعد من وقت حكيم لاجوان في 1996 يعتبر فيكتور وامبانياما اول لاعب، مش روكي، اول لاعب يسجل زائد 20 نقطه زائد 10 ريبون زائد 10 بلوك ومعاها 5 اسس من حكيم. الى سنوات قاعده تمشي ما حد سواها، اليوم فيكتور عملها. وتدروا بعد من سنه 1990 في فقط أربعة لاعبين في التاريخ عملوا تروبل دبل المكون من 25 نقطة أو أكثر، 10 ريبوند أو أكثر، 10 بلوك أو أكثر. هذول اللاعبين في ديفيد روبنسون وسواها ثلاث مرات، سواها مرة بعمر 25، مرتين بعمر 25، مرة بعمر 28. في حكيم لاجوان بعد سواها مرتين، مرة بعمر 27 ومرة بعمر 33. وفي دويت هاورد سواها مرة بعمر 22، وفي أنثوني ديفيس سواها مرة بعمر 25. اليوم فيكتور وامبانياما عمل هذه الأشياء اللي هو زائد 25 زائد 10 ريبوند زائد 10 بلوك بعمر 20 سنة. ولا وتوه ترى، ها هو في يناير يعني قبل أقل من شهر دخل العشرين، يعني 19 وشوي. أوكي 20، أوكي 20 تعتبر. يعني الفرق بينه وبين أصغر لاعب سوى هذا الإنجاز أو هذا الأرقام المميزة أكثر من سنتين، ثلاث سنوات إلا شوية بس. أرقام كبداية كمسير شيء غير طبيعي اللي يسوي فيكتور. وآخر شيء بعطيك إياه من هذه الإحصائيات، إحنا ندرنا فيه يصير تربل دبل كثير في الموسم أو في المواسم الأخيرة بشكل عام، بس تدروا هالموسم كم لاعب قدر يعمل تربل دبل تحت الثلاثين في يعني في أقل من 30 دقيقة وسوى هذا الشيء أكثر من مرة؟ يعني إن في كم لاعب عمل أكثر من تربل دبل وأكثر من مرة سوى تربل دبل في تحت 30 دقيقة لعب؟ هالموسم صارت مرتين، مرة سواها نيكولا يوكيتش MVP النهائي السنة الماضية MVP قبل سنتين، وندري إن الكثير 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 صنف أفضل لاعب في الدوري، سواها نيكولا يوكيتش. ومين؟ واليوم فيكتور وامبانياما. يعني في الموسم كله ما في إلا لاعبين بس نيكولا يوكيتش فيكتور وامبانياما اللي قدروا يعملوا أكثر من تربل دبل، أكثر من مرة تربل دبل في أقل من 30 دقيقة. وطبعًا الفترة الأخيرة زاد النقاش على فيكتور وامبانياما، سواء إنه جائزة الروكي أو مستواه وفريقه يخسر وكذا. حتى في تصريح لشاكيل أونيل يقول إن اللاعب فيكتور وامبانياما إذا ما غاب ظني، هذا هو تصريحه، إنه نفسه سيم يعني فيكتور وامبانياما نفسه بول أوكي نفسه سيم واحد قاعد إحنا نشوف واحد يحقق أرقام ويسوي كل شيء، واحد يعني يادوب يلعب وكذا، بس شاكيل عنده هذا هو مضروب شوية وكذا، يقولك لا 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 هم ترى نفسهم. للمعلومية بس هذا الموسم بول عنده 10 بلوك طوال الموسم، 10 بلوك فيكتور اليوم سواها في مباراة واحدة. وجيك شاكيل أونيل يقولك ترى هم سيم يعني ترى ما في فرق بين يا رجل. وإذا نروح لنقاش الروكي، أنا عارف إنه في مثلاً شيت هولوجرام اللي قاعد يبدع بمستويات، وأيضاً فريقين حق انتصارات أكثر لأن فريق أقوى وكذا، ولكن هي جائزة فردية. إذا نطلع على نقاش الروكي، مين الأول في عدد في معدل النقاط هذا الموسم من اللاعبين الروكي؟ هو فيكتور وامبانياما بمعدل 20.3 نقطة. إذا نطلع مين الأول في الريبون، هو فيكتور وامبانياما عنده 10 ريبون معدل لكل مباراة. مين الأول في البلوك، هو فيكتور وامبانياما عنده معدل 3 بلوك في المباراة. مين الأول في الستيل، هو فيكتور وامبانياما عنده 1.1 ستيل لكل مباراة. وإذا نطلع على الأسيست ولا ما هي شغلته، هو الرابع فيها وعنده معدل 3.1 اسيست لكل مباراه، مسيطر في كل الخانات والاحصائيات ما عدا الاسيست، ولا ومن التوب 5 يعتبر فيها بعد. فاعتقد ان نقاش الروكي يعني جت فتره ان يمكن نزل شويه مستوى فيكتور او فريقه قاعد يخسر 20 مباراه ورا بعض وكذا، فيدخل النقاش نو شوف هذا اللاعب شوف هذا اللاعب، بس اذا طلع عليها بعقلانيه ومنطق فارق عن الجميع، لا فارق عن الجميع بمستوياته الفرديه. انا عارف ان السبيرز تعمل خساره، عارف ان ما قاعدين يلعبوا دقائق يعني محترمه، قاعدين يحاولوا ان الدقائق ما توصل 30 دائما معدلها في 28 دقيقه وفريقه ما ينتصر، بس شوف الارقام الفرديه، شوف مستوياته، شوف المباريات الكبيره كيف يؤدي فيها، شوف وقت الكلتش ايش يسوي، كل شيء قاعد يسوي. ادري ان احيانا في ناس تبالغ واحيانا في ناس تبسقط فيه، ولكن لما اطلع على الموضوع بحياديه ومنطقيه الاشياء اللي يسويها مميزه جدا جدا. عارف لعب روكي وما قاعد اقارن انا اساطير واقول لك انه هو الان الجوت كذا، لا لا، بناء على الاشياء اللي يسويها هذا الموسم هو روكي اوف ذا يير، بناء على الارقام اللي حققها هذا الموسم قاعد يمشي بمسيره انه يكون شيء مميز. طيب خلينا نروح لبعض مباريات اليوم. اليوم لعبت بعض المباريات اللي اعتبرناها قويه بين فرق كبيره، يعني اليوم صحيت من النوم شويه بدري كذا حماس الى المفروض هي مباراه قمه بين دينفر نيجس نيكولا يوكيتش والواكي باكس يانس انتيتكومبو، بس شغل المباراه اللي فرق اكثر من 20 نقطه، ايش اللي صاير؟ ملواكي باكس قدروا ينتصروا 112 في النهايه 95، ولكن المباراه وصلت الى فارق اكبر. ما تطلع على فريق دينفر نيجس تطلع تشوف انه ليش ارقام ايش هالارقام من اللاعبين، 3 من 11 6 0 من 3 ابو كسب 1 من 5 جمال، ما في اي حد قاعد يعطي اي شيء كويس، ما في الا نيكولا يوكيتش 13 من 25 12 ريباوند و8 اسيست، مع ذلك كان ناقص 16 على الملعب، انه ما كان في اهم ساعه. من اسوء المباريات يمكن لفريق دينفر، بالمقابل ممكن تكون واحده اكيد هي افضل مباراه الى ملواكي مع دوك ريفرز، يمكن واحده من افضل مبارياتهم هذا الموسم. يانس اليوم من 19 تسديده بس 19 تسديده في 30 دقيقه 36 نقطه 18 ريباوند
5 اسيست 3 ستيل 2 بلوك، رقم غير طبيعيه. بس انه 14 من 19 ما شات ولا ثلاثيه، 8 من 14 في الرميات الحره. برا كانت من اسهل مباريات الى ملواكي. بتمر مباريات زي كذا انا عارف الى بعض الفرق انه تصيدهم بحاله مره سيئه، بس كانت مباراه تعتبر شوكيس. الان لما طلع اللاعب امبيد من نقاش الام في بي، صار الان يقول مين الترشيحات ارتفعت الى اللاعبين اللي تحت، نيكولا يوكيتش، شيغ الكساندر، يانس انتيتكومبو، لوكا دونتش وغيرهم. فهذول اللاعبين الان بتقارب في الحظوظ، فهذه المباريات اللي بينه وبين بعض عارف ان نيكولا يوكيتش قدم مباراه تعتبر ممتازه نوعا ما على مستوياته الفرديه، ولكن اللي سواه يانس وقياده فريقه الى الانتصار بهذه الطريقه بهذه المستويات يخلي بعدين لما يوصل ان الناس اللي عندهم حق التصويت يقول لك اوكي هذا سوى هذا الارقام وهذا سوى. متقاربه، سجل انتصارات متقارب، اوكي المواجهات الفرديه بينهم يانس سوى كذا وكذا وكذا وانتصر، نيكولا كان اوكي بس خسر، فهذه اكيد بتفرق. فكشوكيس بتفرق، كنا صراحه نتامل ان هذه بتكون مباراه اكبر، ولكن للاسف. ونفس الشيء في مباراه كنا نعتبر هي بتكون مره قمه وبدات بهذا الشكل اللي هي بين مينيسوتا تيمبروولفز وايضا بين فريق لوس انجلوس كليبرز، وهي مباراه مفروض تكون على صداره القسم، وقلنا هذا بتكون هي القمه وفعلا بدات بهذا الشكل، وكانت مباراه متقاربه مستويات متقاربه والفارق ما قاعد يكبر فيها ابدا لين ما دخلنا الربع الثالث. الربع الثالث صار في كذا ترن اوفر من الفريق الكليبرز، صار في تضييع كرات، وستبروك قاعد يستهبل شوي لاعبين. انا عارف ان بتمر حاله الكليبرز قاعد يمر بحاله مميزه جدا، فبتمر ان مباريات ان كواي لينارد 8 من 17 مثلا او يسجل لك فقط 18 نقطة، بول جورج 5 من 16 ويسجل لك فقط 18 نقطة، جيمس هارن 5 من 13 وفقط 17 نقطة، وستبروك 3 من 11 ويسجل لك بس 11. عارف ان هذا الشيء بيصير، ولكن دائما اقول المباريات هذه شو كيس. تونا نقول عن المباراة اللي قبلها، لما تقابل فرق الصدارة حبيبي تعال تعال انا ابغى اعلمك شغلك الان ان انا افضل منك. ما تلاحظوا ان بعض احيانا الفرق حتى لو انه يعني ما هو تقارب في المراكز بس بيقابل فريق كبير انه يكون في جلد اكثر عشان ابغى اثبت لك ان انا افضل منك، واللي قاعد يصير في الدوري كترتيب وكذا ما له دخل. فاليوم الكليبرز يعني خصوصا في الربع الثالث فترة فراغ غير طبيعية في التضييع في التيرن اوفر في المستوى السيء. ما ابغى انكر المستوى المميز جدا اللي لعبوا فيه فريق تيمبروولفز، مستوى مميز، ثبات، اقل تيرن اوفر يعني وصلابة غير طبيعية، قدروا ياخذوا فارق 40 نقطة سجلوا في الربع الثالث، شيء مو طبيعي يعني عملوا عمل مميز جدا. وعلى السريع خليني اروح الى جولدن ستيت واريرز اللي اليوم قدر ينتصر على يوتا جاز وباداء جماعي. من زمان ما قلت هذا الشيء، اداء جماعي، ما هو انه كل اللاعبين ابدع وكذا، ولكن في اداء جماعي. لما طلع انه في 31 اسيست من الفريق شيء مميز جدا، لعب جماعي، كان في كره يعني خلينا نقول قاعد تدور بشكل اكثر، كان في جماعيه اكثر اليوم في الفريق، كان في تجانس اكثر، كان في صلابه اكثر من هذا الفريق. يعني ويجنز اليوم 28 دقيقه 17 نقطه وكان ممتاز جدا حتى في الحالات الدفاعيه، كان من افضل اللاعبين. يعني عدد النقاط يمكن اقل 3 من 3 لكن في الثلاثيات 6 من 10 اوفر اول، شيء ممتاز جدا. صلابه حتى كان لاعب ممتاز. دريموند جرين صراحه انا يعني خليك من انه مسجل ثلاثيه من نص الملعب وكذا، يعني تصير عادي انه سجل ثلاثيه يسوي كذا، ولكن دريموند جرين مدحته في الفيديو السابق ويظل ان عودته وتفرغه الى كره السله فقط شيء ممتاز جدا. الان قاعد يفيد فريقه بشكل غير طبيعي لانه هو من افضل اللي يحرك الكره، من افضل اللاعبين الدفاعيين، واليوم ايضا وصل على هذا الشيء. ستيفن كيري اليوم ما يفضل اداء ستيفن كيري، وهذا شيء رير او قليل نشوفه ان الجولدن ستيت واريرز ان اداء ستيفن كيري ما هو افضل اداء والفريق قاعد ينتصر، لان هذا اللي قاعد نقوله ان ستيفن كيري مهما كان خارق او اي لاعب في التاريخ مهما كان خارق مستحيل كل مباراه بيقدر يعطيك 30 40 50 نقطه اللي كان يسويها ستيفن كيري، وشفنا مباريات قاعد يعطيك هذه النقاط وقاعدين يخسروا. فاليوم سبب انه في اداء جماعي، كلي تومسون اليوم 3 من 7 ثلاثيات 11 من 19 وسجل لك 25 نقطه، هذا كلي اللي انا اقول لك تبغاه. اذا كلي بيكون كذا ما اقول لك 25 نقطه، اذا كلي يكون معدله 21 نقطه 22 نقطه في كل مباراه على هذا الرينج بيكون وضعهم بشكل افضل وترتيبهم ما راح يكون بهذا السوء، لانه ما تقدر تطالب اللاعبين رول باكثر ما هم عليه، وكلي تومسون تقدر تطالبه لانه ما المفروض يكون رول بهذه الدرجه. ولكن في تصريح الى كلي تومسون ما ادري اذا هو حقيقي او لا صراحه، مريت عليه مرور الكرام كذا، انه يقول لك انه هو مستعد الان في فتره من حياته في ستيج ان هيز لايف انه قلل الرول حقه حيث انه ما يكون يعني اللاعب الاساسي ادوار كثيره، ومتقبل هذا الشيء. يقول انا بيصير عمري 35 المفروض عادي انه يصير في ترانزيشن الان لمسيرتي، وهذا ممكن يفتح المجال انه اللاعب ممكن يظل في الواريرز ويخفض راتبه، ما يطلب انه بدايه الموسم كانت كثير الحديث انه اللاعب اذا يبغى يجدد مع الواريرز راح يطلب الماكس وكذا، وعشان كذا ممكن ما يجدد مع الواريرز، بس الان اذا كان متقبل لهذه الفكره ويجدد معاهم بمبلغ اقل يخلي مجال انه نجدد معاهم ويمكن
يكون لاعب احتياط، يمكن يكون يلعب دقائق اقل وكذا بيستفيدوا منه. ما زال خطير تسديدات، ما زال يقدر يعطيك دقائق، يقدر يعطيك فصلات، ونعرف فصلاته. اخر مباراه بتكلم عنها على السريع اني شاهدت تقريبا معظمها اللي هي مباراه دالاس مافريكس مع واشنطن ويزرد. بدات اتابع واشنطن كانوا متقدمين، بس بعدين دالاس قدروا يرجعوا في المباراه. وهذا اللي ابغى اقوله، ان دالاس خطيرين جدا جدا بوجود لوكا وكايري، واحيانا والان مع بي جي واشنطن، وحتى بعض اللاعبين لا ممكن تفصل عنده تسديدتين ثلاث ورا بعض، ثلاثيات ترجعك في المباراه، وهذا اللي صار الى دالاس. دالاس اليوم ما كانت افضل مبارياتهم، ما كان افضل حالاتهم، كانوا متاخرين، ولكن يعني ضبطوا خصوصا الهجوم، الدفاع شويه ضبط، ولكن ضبطوا الهجوم في التسديدات وفصل شويه كذا بسيطه من لوكا، قدروا في دقيقتين ثلاث يقلب النتيجه في الربع الرابع وياخذوا فارق. اعتقد انك يعني من فرق الخساره لين ما تقدموا يعني سوينج 19 نقطه انقلبت المباراه كذا. فهذا خطوره هذا الفريق. لوكا دونتش يقدر في 30 ثانيه 45 ثانيه كذا تسجل لك 9 نقاط، تشوف يعني مرتده وقف اعطاك سباك ثلاثيه، قبلها حط ميد رينج، بعده ياخذ رميتين حرتين، فصله سريعه كذا غصب تطلبه تايم اوت، يعني يعمل لك الباص اللي من شبك لشبك الى كاري ايرفينج، هو يطلب لهم تايم اوت، يقول واشنطن خذ هذا التايم اوت تحتاجه. فهم خطيرين بسبب هذه الفصلات. ما هي افضل مباراه للوكا، ما هي افضل مباراه لكايري، ما هي افضل مباراه حتى للفريق بشكل عام، ولكن خطيرين هجوميا بسبب هذه الفصلات اللي ممكن يحقق هذا الفريق. عارف واشنطن ما هو افضل فريق، عارف واشنطن ما هو اللي يملك افضل اللاعبين، يعني ما المفروض حتى كان يتقدم في المباراه. يا رجل لاعبها اللي هو اعتقد اكثر واحد يستلم فلوس اللي هو جورن بول، جورن بول في شهر فبراير، احنا الان في 13 فبراير يعني اولموست نص الشهر، معدله 8 نقاط، قاعد يشوت ترو شوتينج بنسبه 34% والشوت يعني ونسبه التسديدات العاديه 26%، ثلاثيات 19%. اذا هذا اكثر واحد خسرانين طبعا 6 مباريات اللي لعبوها هذا الشهر، وين الله يوفقك وهذا اكثر واحد يستلم عندك. وبس ما نبغى نطول اكثر الفيديو، لان اعتقد انه ممكن يكون الفيديو شويه اطول من اللازم. انتم اعطونا رايكم بارقام اللي يحققها فيكتور وامبنياما، طبعا هي واحد فيكتور نمبر 1، ايش الارقام اللي حققها وتشوفوها هل هو روكي اوف ذا يير لها السنه اكيد او لا. اعطونا رايكم في المباريات اللي تكلمنا عنها اليوم. تعليقات مهمه جدا في الفيديوهات، سواء عن الاشياء اللي تكلمنا عنها، بتحط موجه تحط شيء تجر عليه، صدقوني تساعد كثير جدا في موضوع التفاعل في القناه وانتشار، وتساعد في انتشار المقاطع انه يطلع للناس جدد. ايضا لا تنسى اللايك، اكيد لا تنسى الاشتراك، وفعل التنبيهات مره واحده. يعطيكم العافيه على المشاهده، كنت معكم انا جعفر، يلا سلام اديوس.